بعدنا متابعين معكم مشاهدينا، وراح نضل بعالم لوريال، وراح نستقبل كريستال المعاصري وسنة ياسمين نجار ليحكونا اكثر عن لوريال. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم والف مبروك هذا الحدث الكبير يلي عم بيصير ببيروت. ايضا خبرونا اكثر عن لوريال. اكيد اوكي، فانا مثل ما قلت اسمي سنة ياسمين نجار، و انا بشتغل بلوريال ومستلمه تو براندز هن اوربن دي كي وكيلز. فخبركم شويه عن البراندز اثنيناتهم. فاول شيء في عنا اوربن دي كي، هي ماركه امريكانيه تاسست من فوق ال 20 سنه. نعم. والشيء اللي بيميز اوربن دي كي عن غير الماركات الامريكانيه هي قديش هي منا تقليديه. الاسم الالوان تبعولها كثير واسع، ففي كلها لمعيه جليتر كولرز، فاللي حلو فيها انه كثير جريئه وكثير معاصره. ف هيدا الشيء اللي بيميزها. وبما انه جماله كيكون هون في معرض عن الفن وبيدور حول الجمال والموضه، قررنا نشترك كأوربن دي كي لنقدر نعلم المراه، لانه بنحب نعلمها عن كل هدول التقنيات الجديده، وعم نعملها من خلال الماستر كلاسز عنا. فكل يوم في عنا ماستر كلاس اللي هو عباره عن صف بيعلمه عن تقنيات الميك اب. فبنسبق الترندز بهيدا الموضوع من خلال الالوان، وهيدا الشيء عم بيجذب كل الناس وحابين هون هيدا الشيء من لانه بلبنان لاول مره. والماستر كلاسز بنعملهم بمحلاتنا بأبسي اشرفيه وأبسي دبي، وين بنخلي كمان النسوان تتعلم اكثر عن الالوان. نعم كريستال، يعني اشتراككم هون بهذا الايفنت الضخم جمالي كيكون قد ايه برايكم بيفيدكم؟ وخبرونا اكثر عن التواصل اللي عم بيكون بينكم وبين الاشخاص كمان اللي عم يجوا لعندكم. هلا نحن بالنسبه لنا، انا رح اكون عم بحكيكم عن لانكوم واغماني كمان يلي هن اثنين من اكبر ماركات على السوق بتلاقون بالسوق اللبناني. نحن هون اكيد لانه لوريال بن رائده بمجال الجمال، فما لازم نكون هون تنفرج شو هو الجمال بطريقه لوريال. نحن البراند تبعنا عم نشتغل مع بلوجرز، مثل امبارح ما بعرف اذا كنتوا هون، امبارح كان في عنا كولابوريشن مع نور عريضه، بلشنا مع البلوجر نور عريضه على لانكوم، رح نكون عم نشتغل معها لاخر السنه. عملنا الانونسمنت سبيسيالمون بقلب جمال وكيكون، وبكره كمان في ميت اند جريت رح يكون مع نور عريضه على الساعه 6 هون، ورح يتكمل لعنا على ستاند لانكوم، وين رح تكون هون تساعد محبينا ينقوا اكثر برودكتس بيزبطوا عليها. فعنا طريقه عم على السوشيال ميديا عم نكون دائما بريزنت مع البلوجر تبعنا نور عريضه، واكيد مع جمال وكيكون سبورت. يعني الواحد بيدفع مصاري مشان ياخذ كلاسز، ولكن انتم بلوريال بستاندات لوريال بجمال وكيكون عم بتوفروا هيدي السيرفيس وهي ببلاش لكل يلي حابين ينزلوا على بيال ويشاركوكم. يعني نشاطات لوريال بستانداتهم دائما عم بيكون في نشاطات كل يوم. اكيد، يعني في عندنا مثلا امبارح كان في الريجنال ميك اب ارتست تبع اوربن دي كي اجت خصيصا كرمال جمال وكيكون. نعم. من دبي، فعطتها ورك شوب وكان الحضور بعقد، يعني اصلا يا ريت يا ريت العالم بيشوفوا قد ايه في ناس هون، فعن جد فول. والماركه الثانيه كنت مخبركم عنها هي كيلز، اللي هي غير منها ميك اب اتس سكين كير، فهي لمعاينه البشره. والشيء اللي حلو فيها انه دائما نهتم نحن انه نلبي حاجات البشره، فالتيم تبعنا يلي مختص بعنايه البشره وبجمالها بيقعدوا بخبروكم عن كيف فيكم تفحصوا البشره وتعرفوا نوعيتها. هلا عم نشوف يمكن كنا من شوي على سكرين مباشره شو عم بيصير هلا عندنا. اكيد ما انتبهنا الستاند تبعهم. كان في لانكوم عم يبين الستاند عندنا، نحن حيا لمره عم تقطع لعنا على ستاند لانكوم، عم نهتم فيها، عم نعمل لها ميك اب وسكين كير كونسلتيشن، وكمان عم نقدم فاوتشرز للعالم يلي مش قادره هون تعمل كونسلتيشن تتروح لعنا على الابسي تجرب سكين كير تبعنا، تجرب برودكت تبعنا، تتكون اكثر تعرف اي لون بيلبق لها واي لون تختار والانسب لوجهها. ليش تركتوا بهالايفنت كبير يلي اول مره عم بيصير بلبنان از لوريال؟ هلا اول شيء مبسوطين انه في هيك شيء بلبنان، يعني بيجذب كل العالم العربي مثل ما شفتوا البلوجرز اللي عم بيجوا من كل البلدان، فهذا الشيء كثير نحن مبسوطين فيه. وثاني شيء لوريال، هلا نحن كالبراندز تبعولي اللي هن اوربن دي كي وكيلز هن براندز جديد، يعني انجت صار لها كيلز صار لها تقريبا شي 3 سنين. اوكي. واوربن دي كي صار لها سنه بلبنان، احتفلنا بالون يير تبعها من كم يوم، فحبينا كمان انه نفرجي العالم نحن شو وشو بنعمل،
خاصة بكيلز كيف عنا مثلاً السكين كير كونسلتيشنز. نحنا next month في عنا حملة كتير كبيرة اسمها change your skin أو غير بشرتك. فاللي منحب هون نعمله كمان يلي هو منعمله بستانداتنا بأبساش. ولكن هون عم بيصير عم بتطبقوه بهالإيفنت. مزبوط إنه نوزع السامبلز عن هدول البرودكتس يلي بيناسب كل واحد وجهه. فهيدا الشيء it's very engaging وحابين شايفين الresponsiveness تبع العالم على both stands. يلا من بعد الحلقة أنا ولين عندكم تنعمل تاس. يلا أكيد أنا بعملكم إياه خاصة أكيد. سهلة بالستاند عنا وبعدين عنا الستاندات بالأبسيات وين ما بتحبوا. شكرا لكم. شو أهم نصيحة أنتم بتقدموها لكل شخص عم يجي لعندكم اليوم؟ هلا أنا بقول لأربن ديكي كل شخص عم بيجي أصلا بيعرف نحن كيف الثيم تبعنا. نعم. بس بنصحهم يكونوا منفتحين يكون عندهم الجرأة ليجربوا الألوان ليجربوا كل الأشياء اللي نحن عنا إياها وعلى كيلز ليتقبلوا انه البشره عاده عايزه لمعاينه. نعم. وعايزه هيدا الشيء واذا بيعملوا لنا اكيد للاهتمام فهيدا الشيء نحن كمان بنقدمه مجانيا. نعم. مجانا سالي بابسي اشرفيه وبدبي وبجمالكي كوكان يعني كريستال معصري وايضا سنه ياسمين نجار اهلا وسهلا فيكم يعطيكم الف عافيه. مشاهدينا ما تروحوا لمحل رجعين نحن مباشره من بيال من وراء يعني عم بتشوفوا الكاميرات شو عم بيصير مشاهد الحدث الكبير يلي عم بيصير ببيروت. بريك صغير ومن بعده راجعين.